خلاص بقى animal behavior. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين الفيديو الجديد. ازيكم يا جماعه؟ كيف عاملين؟ الليله نحن في فيديو جديد عايزين نتكلم معاكم عن الموضوع هذا عشان نحن all about المحتوى الهادف. احنا هنا عايزين نصلح حياتكم للافضل. انا وهديل الليله عايزين نتكلم معاكم عن موضوع مهم شديد بمسنا كلنا اللي هو اخلاقيات السوشيال ميديا. طبعا اخلاقيات السوشيال ميديا تنطبق على كل المواقع، انستغرام، سناب شات، فيسبوك، تويتر، كل حاجه. كل نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه ضروري ولازم انه كل واحد يكون عنده بروفايل بيكتشر اللي هي صوره الملف الشخصي. البروفايل بيكتشر حبذا ونحبذ دائما تكون صورتك الحقيقيه عشان احنا نعرف احنا بنتكلم مع شخص ولا بالزبط. روبوت ولا شنو بالضبط. يعني لو في ناس عندهم ظروف ما بيقدروا يحطوا صورتهم الخاصه اكسبشن يعني، ونحن مقدرين نحط مثلا صوره فنيه، لوحه، حاجه فنيه تجريديه، لكن يعني نبعد لو سمحتوا من صوره طائره النورس. ناس بيبكوا، ناس بيحضروا بعض كده. ايوه وبتبقى ابيض في اسود كده، بيبي كده بيكون قاعد على مرجيحه بتكون ابيض في اسود. ايوه لا ليه؟ طيب ده طفل على فكره. نيجي على الاسم. الاسم ده مهم برضو، ممكن نضيف ارقام عشان نخلي الاسم مميز، بس مش لازم تحط فراغ اوفيشال. طب لما ربنا ينفخ في صورتك وتبقى اوفيشال مش هتحتاج تكتب الاوفيشال لانها تبقى معروفه خلاص. ننتقل بقى للناس التانية. في جروب تاني من الناس بيدفعوا على اسمهم يعني اكس فاشينيستا. طب ليه حطيها طيب في البايو اللي بتبقى تحت حتى عشان ما يبقاش في كوميتمنت. غلط، نحن دايرين اسماءكم الحقيقيه. لو بالزبط. ما بتقدروا تعملوا اسماءكم الحقيقيه لاسباب خاصه برضو احنا فاهمينها، يعني ممكن اعملوا شنو الاسم الاخير مع الحرف الاول، اول حرفين من اسمك مع رقم اسم الدلع. ممكن تكتب عبودي عادي. ايوه شوشو، عيري، ام محمد، ام ربيع. لازم وواجب وطني وفرض عليك انه انت تحضر الستوريز بتاعت اصحابك كلها حتى لو كانوا مملين، حتى لو بيتكلموا كتير ان شاء الله تعمل سكيب، لكن اعرف الزول ده مشى وين وعارف حياته تنشي. يعني هو نزل الصوره دي لو انت صاحبه ما شفته حيشوف منه. وفرض عليك فرض انه انت تعمل لايكات وتعمل تعليقات على صور اصحابك كلها، تفاعل كده، تديهم فاير ايموجيز، قلوب، وشوش كده، كلهم صورتك حلوه منور، تنفش صاحبك كده، تنفش عايز ثقته في نفسك. ايوه ننتقل للنقيض اللي هو الصنم. ارجوك ما تبقاش صنم. دلوقتي هتيجي تسالني ايه الصنم، هقول لك مواصفات الصنم هي كالاتي. البروفايل بيكتشر بتكون اللي هو الماسنجر الرمادي ده، بيكون الاسم مبهم اللي هو انت مش عارف هو ده اسم بنت ولا اسم ولد. بيبقى عدد الناس اللي عاملين له فولو اللي هو الفولوينج زيرو، بيبقى عدد البوست زيرو، بيبقى ما فيش اي حاجه مكتوبه في البايو، وما بيبقاش فيه ستوريز، بيبقى بس فيه ايه فولوينج، عامل فولوينج لناس كتيره بالالفات. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اكسبلين، انت مين وعايز ايه؟ اكسكلوزني، انت هاكرز، انت هاكرز، يلا اكيد هاكرز. فالحاجه دي بتحسس الواحد بعدم الطمانينه وعدم الراحه. فايه نسبك بقى الحوار، ادي روح شويه للبروفايل، يا اما امسحه خالص وارحمنا. لما صاحبك ينزل صوره شينه او يعمل حركه غبيه في السوشيال ميديا لازم تكلمه وتوعيه وترجعه للطريق الصحيح. كيف يعني تخلي صاحبك خد صوره شينه ولا خد فيديو عبيط وانت ما تكلمه؟ والله كم مره وانا اشهد مها دي لحقتني، بعتت لي واتساب وما ردتش، كلمتني في ثانيات قالت لي انت اللي منزلها ده صحيح، قلت لها ايه؟ قالت لي لا، قلت لها يا لهوي ده نازل بالغلط. قمت ماسحاها على طول وكانت يعني حركه انقاذ. نرجع هنا لنقطه ان لازم تتابع اصحابك. أيوة. كمان لازم لو حصل حاجه غلط تنقذهم، تلحقهم، تنتحلهم من الضياع. النقطه دي تستفزني انا شخصيا. ارجوك ارجوكم ارجوكي محدش يبعت لحد ميمز او صور بتضحك من صفحات برايفت خاصه. انا شوف انا استفدت ايه انا دلوقتي وعندي صديقه معينه وهي عارفه نفسها كويسه وبتشوف، وانا كمان عندي صديقه برضو بتعمل كده، يقوموا جايبين الحاجات اللي بتضحك دي من الصفحات الخاصه في الانستجرام وبعتينها وحاطين انا شفت ايه؟ طيب وعلى فكره وتموتي بحسرتك عشان انت مش شايفه الصوره. على فكره الانستجرام بينبه الشخص ده ان الصوره دي اللي انت بعتها من حساب خاص قد لا يشاهدها الشخص الاخر، يعني حتى التطبيق بينبهك. طب انا اعمل ايه؟ انا اعملوا سكرين شوت وارحموني او ما تبعتوش حاجه خلاص بقى، مش عايزه اضحك. خلاص
انا عايزه اكون زعلانه خلاص. انا عايزه انا نكد خلاص انا نفسيه فيحرق اللي يزعلني. رجاء 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 اناشد جميع مستخدمين تطبيقات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ابوس ايديكوا، انا مش مضطره اشوف دقيقتين ونص ديركسيون العربيه مع الاغنيه اللي بتحبها، مش مضطره مش مضطره، وبعمل سكيب عشان بكون عايزه اشوف ايه اللي حصل بعد كده في يومك عشان انتم اصدقاء عزيزين عليا، بس اصطبح على الديركسيون واتبس على الديركسيون طب حطي وشك مع الديركسيون، غنوا مع الاغنيه ما عنديش مشكله، بيدي ايه احساس كاريوكي كده، حتى ايه بندمج مع الاغنيه اصلا. ايوه لما الواحد يعمل لك تاج في الستوري بتاعته وتقوم انت تعمل له ريبوست عليكم لما تقوموا تاني تعملوا ريبوست للتاج اللي اتعمل له ريبوست من الاول، ونبقى احنا في تاج وريبوست وريبوست وتاج وريبوست وريبوست، الله يحرق اللي عمل الريبوست في الستوريز. ولف بينا يا دنيا، نخش على التعليقات. وعندي تعليق بناء في التعليقات، في فئة معينة من الناس أحب أسمع وجهة نظرها، بس أنا دي وجهة نظري، أرجوكم لما تعلقوا علقوا الجملة واحدة في سطر واحد في مرة واحدة خلاص، ما فيش داعي اللي هو ممكن أسألك سؤال، هي جملة واحدة ممكن أسألك سؤال بس، مش لازم بقى كل جملة في سطر. في ناس بقى تضيف إيموجيهات بقى وكل إيموجي لوحده في سطر، طب ليه يا ابن الحلال؟ نخش بقى تقيلة، ما تتنمروا على الناس بس عشان إحنا ما عارفين أنتم منو. انتوا لو قايلين انه انتوا لما تيجي تكتبوا التعليقات المسيئه للناس ما في زول حيعرف انتوا منو، ولا ما في زول حيشوف، ولا ما في زول حيتاثر، الحاجات دي بالمناسبه بتعمل حاجات كثيره شديد وبتاثر على الناس، فيعني ما في داعي. لو عندك كلمه حلوه اكتبها، لو ما عندك كلمه حلوه اكتبها في الخاص. يعني احنا مين عشان نقول للناس ما تنمش على نموا في الخاص. ايوه خدوا راحتكم وخدوا راحتكم، شيلوا سكرين شوتات وامشوا اكتر. ايوه في الجروبات بقى ايه، في الانستغرام دايركت مسج، الرسائل المباشره بتاعت الانستغرام، خدوا راحتكم، اقطعوا القطيعه دي، ها خدوا راحتكم، اغسلونا واشربونا كده. في احيانا بتطلع فيديوهات بتاعت ناس عملوا حاجات احنا شايفينها ما حلوه، يعني ما في داعي ان احنا نسيء ليهم، ممكن ننقدهم نقد بناء فني، لكن ما في داعي نسبهم وهناي حاجات كرامه. وهاي حاجات الدنيا دواره، والحاجات دي بتعبر عن اخلاقك انت ما بتعبر عنها، بتعبر بتعكس التربيه. اتركك عند هنا الناس اللي بيعملوا تاج لاصحابهم بيكتبوا شوف الهبله التافهه دي. احنا شايفين، ما احنا ما الهبله هي شايفه، انا الهبله شخصيا، الهبله شخصيا شايفه. اهم حاجه ودي حاجه حساسه، رجاء خاص، رجاء خاص، رجاء خاص، لما نكون واخدين صوره جروب بيكشر وبالبنات التانيين طالعين وحشين او الاولاد التانيين طالعين وحشين، ما تعملهمش تاج، نكون في مراعاه للشخص الاخر، نشوف يعني ما نشوفش بس شكلنا في الصوره عامل ازاي، لا نشوف اشكال اصدقائنا، اشكال اصحابنا، هل عاملين كده في الصوره، هل عاملين كده، هل مهزوزين في شعرهم في وشهم، نشوف نراعي الشخص الاخر، نراعي الذوق العام، نراعي الذوق العام علينا، نشوف دول شكلهم باحسن صوره او بصوره مقبول لا باس بها، اوكي نحطها ونعمل تاج. هديل هنقول حاجه عن الناس اللي بينزلوا صور بيبياتهم كتير؟ لا لا خليهم فرحانين بعيالهم، ده هتيجي فترة المراهقة عليهم تنكد عليهم عشاتهم. صح. طيب هنقول حاجة عن الناس اللي بينزلوا صور العرس وبيخطوا ايموجي في وش العروس او وش العريس؟ شوفي الموضوع ده حرية شخصية، فخلاص يعني ما لناش دعوة، ما نبقاش حشريين بصراحة. المهم يا جماعة احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، اتمنى انه يكون عجبكم، اكتبوا لنا في التعليقات لو عندكم اي حاجة تانية بتضايقكم في السوشيال ميديا، ولو ما عندكم ما اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم تنبيهات بالفيديوهات الجديدة، اشتركوا في قناة هديل واكتبوا لنا، شفتي الحركة دي؟ شفتيها؟ حلوة اوفر صح؟ شنو؟ ايه القرف ده؟ معرفش انا نفسي قرفت من نفسي. اه والله العظيم. اكتبوا لنا حابين تشوفوا شنو في الفيديوهات الجايه. 5 مواه بنحبكم قوي.